ان شاء الله المكنه زي الفل. حسام الشيكتين دول مخصوصين حسام عادوا مين عليهم لوحدهم ماشي معاهم عاملين لهم سوا بتعملهمش كتير اجيال يا حسام على الناس يا خلاص عاملين عليهم المكنه دي بتشيل قد ايه لحمه؟ شوف 7 كيلو ما شاء الله 7 كيلو والهانك بقى برضو لا الهانك على حسب مش شرط يعني على حسب ما هي اه ده هانك برضو يعني بلدي ده ولا ده هانك بلدي بوني اه ولو البلدي مش متوفر بنجيب برضو اللي هو ايه من بره عشان خاطر ايه طبعا احنا الاسعار عاليه البلدي دلوقتي يعني مش متوفر قوي اهم حاجه الحشوه اللي جوه هي اللي بتدي له هي اللي بتدي التست بتاعه طبعا ايدين الشيفات على طول في الميه كل شويه بيغسلوها كل شويه لان لو لبسوا جلافزات مش هيعرفوا يشتغلوا اهو الهانك بيبقى رفيع قوي نديله بس شويه ميه عشان يمشي معانا هنعمل تاني هنا بقى يخش الشيف بقى هيربطه ورا شويه الشيف ازاي بتربطه تمام تيجي هنا في النص تيجي تحط صبعك كده كده وتدخل وانت اللي بتحدد طول الواحده قد ايه بتحدد بالكف اه الكف اه بتعملي كده كده تمام طيب. انا ايدي مغسوله والسجق ده اصلا بتاعنا يعني انا اللي هاخده كده لا بس بس كده 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 تروح لفها كده ماشي كده ماشي نعمل اللي جايه دي بسم الله الرحمن الرحيم كده كده ايوه صح ايوه وبعدين نعملهم كده الفيها خلي بقى واحده كده كده بس عيشي بقى كده في البنت بقى مع نفسك سهله قوي اكملها ماشي على كف ايدي عشان كده انتوا بتطلعوه نفس الطول كده وبعد كده كده انفع جدا وبعد كده الله ينور ولازم بقى يتعلم عشان الميه اللي احنا حطيناها هتنزل لا مش الميه الميه بتاعت الفتله احنا ما حطيناش ميه لا الميه اللي في الخلطه برضه تنزل التقليد وميه الفتله يعني اي سوائل تنزل تنزل اه بيتشمع كده قد ايه بقى يا شيخ؟ بياخد له بالظبط نص ساعه بيكون متشمع كله على بعضه نص ساعه بس شكله جميل وريحته اجمل بصراحه
لازم. يعني مفيش حاجه مضمونه اكتر من كده. كل حاجه على قدام منيكو. لحمه اتقطعت قدام منيكو اتفرمت كل حاجه. الموضوع ما بياخدش وقت عشان كل واحد بيعمل حاجه، يعني كل واحد بيعمل خطوه معينه. طيب ده بقى لما نيجي نسويها شيف نضيف عليه اي اضافات في الشويه؟ لا لا، هو بس لو عادي مسنه ممكن نضيف عليه شويه ملح بس كده. حضرتك بقى ممكن اكيد بقى تكتبوه كده عشان في ناس مش بتحب الملح. الملح ما ينفع، انما لو زاد هو لما يبقى عادم احسن ما يبقى ملح. بس فينا تحط بصل بقى، فلفل كده يعني في التحمير بتاعه. ما نحطلوش زيت ولا اي لا حاجه؟ لا لا لا، ولا اي حاجه. هو هنا هو هيسوي من نفسه بنفسه. طماطم بس الشيف هيقول لنا بقى الطريقه. قول لي طريقتك بقى في السجق. طماطم على طريقه السجق، بس كده ونسيبه على النار. وبسيبه على النار بالظبط، ما تكمليش 20 دقيقه بس. وشويه ملح لو بس. هل لو كترت الطماطم اكتر كمان؟ الطماطم لما نكترها بتدي له طعم حلو، بتسكرها. خلاص نجربها بطريقتك بقى ان شاء الله. بس ما نحطش فلفل اسود ولا اي توابل. هو عليه كل حاجه. تمام. شفت الخلطه بتاعت الحمد لله. لو ناقص ملح نحط له شويه ملح بس، اكتر من كده. اهو متعلق اهو، شكله جميل. بسم الله ما شاء الله، تسلم ايدين الشيفات بصراحه اللي عملوه. والهانك زي ما انتم شايفين رفيع، والرفيع بالنسبه لي افضل من الهانك اللي بيبقى سميك او تخين، بيستوي بسرعه كده يعني. بس هنسيبه بقى يتشمع نص ساعه لحد ما كل السوائل اللي فيه تنزل علشان يبقى جاهز للاكل يعني او التسويه. وعرفنا مع بعض طريقه التسويه. ممكن من غير ترابيط اقول لك حاجه ممكن تعمليها حلوه، يعني اللي بيعملوها في المطاعم بقى اللي هو النظام اللي بتبقى دوريه نظام السجق دوران. يعني انت مثلا ممكن تبقى الربيع مثلا في حبل في كده كده خلاص عرفت تربطها. ايوه ممكن حبل الربيع في حبل زي دورانه، بس ده يبقى عن نظام اللي هو اللي انت خلاص الحوار الدوران ده كله في الطاسه. في الطاسه. تمام. في الطاسه بس تكون طاسه كبيره. تمام. بتديها سنه زيت صغيره كده عشان خاطر ما يقفش فيه ما يمسكش فيه. ويتحمر زي ما في بيتحمر في الداخل. بس. وهيستوي؟ بس يستوي. ونقلبه على الوش التاني. تحت ما ياخد الوش التحمير انت خلاص حطيت سنه الزيت كده تخمريه بال تخمريه بالغطا بتاع الطاسه وتسيبيه 10 دقايق بعد كده. هنمسكه زي ما هو. لا زي ما هو تقلبيه. فعلا المطاعم معك الكبيره بتعملها بالشكل ده. هتقلب معاك هيبقى معاك 10 على 10. جميل برضو الفكره دي، حلوه جدا. تسلم ايدك يا شيف. عاوزاني اسيب لك حاجه؟ سيبها لك. عاوزاني اجيب لك كله ربط. 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 بس كده ده الفيديو بتاعنا النهارده. اللي يفضل منه ده ممكن تعمليه ماشي. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. السجق ده طبعا احنا اللي عاملينه، احنا اللي جايبين كل حاجه قدامكم واحنا اللي عاملينه هنا. اتمنى ان شاء الله ان الفيديو يكون افادكم. انتظروني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.